أهلا بكم مشاهدينا في برنامج رمضان والناس، حلقة جديدة وفقرات متنوعة في هذا المساء. فيسعد صباحك أيضا يا مساك يا يسعد مساك صفاء ومساء جميع المشاهدين. ومن فضل الله علينا وكرمه علينا أن جعل لنا شهر رمضان شهر العطاء والمساحة الشاسعة التي يزرع بها المؤمن غراسه الطيبة بالصلاة والتسبيح والاستغفار والمناجاة ليجدها في الآخرة أضعافا مضاعفة. لذا فإن المسلم يستغل هذا الشهر الفضيل في زيادة حسناته وتثقيل موازينه لنيل رضا الله تعالى والأجر العظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل. أمين يا رب. فيسعد مساكي سماح، يسعد مساكي أيضا شفت هاني في المطبخ اليوم، أكلة جديدة ومتميزة أكيد. حبيبتي يسعد مساكي يا صفاء، ويسعد مساكي سماح، كيف الحال اليوم؟ تمام الحمد لله. إن شاء الله ماشيين بالصيام، مش تعبانين. إحنا تمام، لا الآن الوضع أفضل من قبل، ولكن شو محضرنا اليوم الوصفة؟ كل يوم نستنى وصفات شيف تهاني بالتأكيد. أنا اليوم حزرت الوصفة بدون ما أعرف. شطور، بدون ما أشوف السمك. مزبوط، اليوم نعمل سمك محشي، حشوة خضار. تمام، جميل. إذا رح نتعرف على كل مقادير الوصفة لليوم وعلى طريقة أيضا مبتكرة في السمك المشوي في وصفتنا من مطبخ رمضان والناس، بالإضافة لمحطاته فقرات رمضانية متنوعة سترافقنا لهذا صحيح. المساء البداية ستكون صفاء مع حياة الصائمين، في سنتحدث عن المقاهي الشعبية الموجودة في محافظة حضرموت. نعم، والفقرة الطبية نحدثكم فيها عن المضادات الحيوية وكيف تتناولونها في شهر رمضان. أيضا أطفال رمضان سيكونون حاضرين معنا في يوميات الطفلة آية، وفقرة تزكية نسلط الضوء فيها على كيف كان نبينا الكريم يتعامل في بيته. إذن فقرة معكم حيكون معنا مكرم السماوي طالب طب في مصر، سيوجه تحية لمشاهدي البرنامج. نعم. ويعرفنا كيف يقضي رمضان في هناك في مصر. نعم، وفي فقرة حكمة نتحدث لهذا اليوم عن الوصول إلى مرحلة الرشد وهي من فضائل الصيام. حيكون معنا أيضا مسابقة رمضانية مع حمزة اليوسفي، ومن هو محمد علي عثمان الذي سمي أحد شوارع تعز باسمه. وفقرة خيركم لأهله مهداة لهذا اليوم لصلة الأرحام وهي من فضائل شهر رمضان الكريم. نعم، أعلام يمنية عالم اليوم مميز هو المؤرخ مطهر الإرياني، وهو قارئ المسند اليمني عفوا، وحارس الهوية الوطنية. نعم، ونجوف في الشارع اليمني ضمن فقرة استطلاع، ويرافقنا فيها الزميل أسعد العماد، ونتساءل لماذا يقال لا تكلم صائم بعد العصر؟ تكلموا أكيد بعد الفطار ولا نعم. إيش رأيك؟ سنتعرف على الأجوبة، سيكون عندنا أجوبة مختلفة. نعم، بالتأكيد لهذا الاستطلاع. إذن تشاهدين كل هذه المحطات والفقرات وأكثر ضمن مشوارنا الرمضاني لهذا اليوم. فاصل قصير ونعود. شهر الصيام، شهر القيام، شهر كريم، جنة ونعيم، عطر الحياة، طاعة وصلاة. ¡Gracias!
عدنا والعود أحمد، كما وعدناكم ستكون بداية رحلتنا من محافظة حضرموت وعن المقاهي الشعبية في رمضان، حيث تنتشر في مدينة المكلا العديد من المقاهي الشعبية في الحارات والأزقة وفي الأماكن العامة، تجدها موجودة أشرعتها على الخور وعلى كورنيش المكلا والمحضار، تجدها أيضا ملأة بمرتاديها من شباب وكبار السن الذين يتجاوز عددهم المئات، يخوضون مختلف المواضيع بين تحليل ونقد وطرح رأي وممارسة الألعاب الشعبية الشهيرة. نعم، تحديدا في حضرموت تنتشر لعب مثل الدومينو والنرد وحجر الطاولة وغيرها من الألعاب، إضافة إلى تناول الشاهي الحضرمي المميز خلال هذه الجلسات. الزميل معتز النقيب كان خلال لنا هذا التقرير. نعم، من حضرموت، فنتابع. عادات أقرب ما تكون إلى الطقوس تميز الليالي الرمضانية في حوار مدن حضرموت، حيث يجتمع البعض عقب صلاة التراويح كل ليلة في المقاهي الشعبية كلقاء يومي لمناقشة مواضيع مختلفة كتقليد مضت عليه السنوات دون تغير، وهي صورة أكثر ما تعبر عن ضجة الحياة في ليالي رمضان. بالنسبة للمقاهي، بعد صلاة التراويح إلى الساعة 2 في الليل وهم يسمرون فيها، هذه أيام رمضان ماشي ملجأ لهم إلا المقاهي، يلعبون ضمني، يلعبون ورقة، يلعبون يتولون لما الساعة 2 مع المطبل ويطلعون. كحال هذا الحاج وهو يجر كرسيه للانضمام إلى مجموعة اعتادت التجمع كل ليلة للخوض في حوارات وطرح الآراء إلى جانب عدة مجاميع متفرقة في المقهى متحلقة حول طاولات للعب الورق وأحجار الدومينو والشطرنج، وشرب الشاي هو ما يتشابه في الجميع. المقاهي في المكلا في رمضان تتحول لمنتديات ثقافية في غالب الأحيان وحلقات للنقاشات السياسية والأدبية وأغلب الوقت بعد صلاة التراويح، نحن بعد ما نخرج من التراويح نجي للمقاهي، في منا من يمارس هوايته باللعب الضمنة والورقة وهذا. التجول في أحياء المكلا وأزقتها يظهر مدى أهمية المقاهي الشعبية وارتباطها بالأحداث الحياتية للمواطنين، باعتبارها محطة لا بد من الجلوس فيها وإخراج ما بجعبتهم من أفكار تلامس واقعهم أو تؤثر في مستقبلهم. معتز النقيب لبرنامج رمضان والناس المكلا. إذن الزميل معتز النقيب جاب في هذه المقاهي عند خور المكلا وعد لنا هذا التقرير. وجميلة هي مقاهي المكلا، خاصة مع الإطلالة على خور المكلا ومع كل هذه الأجواء الجميلة في المساء، من الألعاب لشرب الشاهي الحضرمي وتناول أطراف الحديث والنقاش في مختلف المواضيع التي تناقش خاصة في هذه الأوقات. صحيح سماح، يعني رغم أنه كمان في حديث كمان، لكن في منتديات كمان ممكن يتحدثوا الأدباء والشعراء، فكثير من مرتدي هذه المقاهي هم من الأدباء والشعراء. نعم. تناولوا فيها أحاديث أدبية، نقاشات، أيضا جلسات طربية يرافق العود أحيانا في المقاهي. نعم، البداية دائما تكون من المقاهي، يوجد مقاهي أصلا أدبية. صحيح. وبداية. صحيح. كل الأحاديث وحتى الأعمال الأدبية كانت من هذه. فعلياً. المقاهي، خاصة في القديم كان لها ممكن دور أكثر. فعلياً. في العمل الأدبي والثقافي. إذن محطات كثيرة معنا في هذا المساء، ولكن من أهم المحطات معنا محطة مطبخ رمضان والناس. نعم. رح تروح صفاء لحتى نشوف وصفتنا لهذا اليوم مع الشيف تهاني. رافقوني إلى الشيف تهاني اليوم. وصفاء صفاء رح تتعلم وصفة السمك. شيف معك الشيف السمك من أصعب عشان تعزمين عليها، مستنين عزومة بعديها. يا سلام، أنا فاشلة في السمك، بس إن شاء الله بعد الوصفة هذه يكون يعني أن أنا أقدر أسوي لكم وعزمكم إن شاء الله. لا هي سهلة إن شاء الله. طيب. حنورجيكم إياها بطريقة سهلة. وصفتنا اليوم قلنا سمك الدينيس، بدي أستعمل سمك الدينيس، بنعمله حشوة خضار. المقادير أو المكونات هي سمكتين دينيس غسلناهم ونظفناهم، طبعا أنا خليت خليت بالمول نظفوا لي إياها. أه. وغسلتها في البيت بالماء وبالليمون وبالملح ورجعنا غسلناها. طبعا بدنا ننوه لشغله انه الليمون السمك ما بصير نتركه فتره طويله بالليمون،
وما بصير نغسله بالخل، الخل كثير انسجته ولحم السمك كثير طريه ما بتتحمل الخل، فممكن مهمة. شويه ليمون مع شويه ملح وشويه زيت مثلا فتره قصيره وبنغسلها. جميل. الحشوه عندنا اليوم بدنا نحشيها حشوه بقدونس، عندنا تقريبا نص كوب، عندنا كزبره مفرومه او كبزره مفرومه، عندي حبه طماطم حاولت اطولها شوي خضره، كل ما كانت خضره بتكون اطيب. خضره كيف يعني؟ يعني لون الحبه ما تكون حمراء كثير، خليها شوي فيها خضره خضار. توم طبعا عملت هون تقريبا 4 فصوص توم، فلفل حار اللي بحبش الحار ممكن يلغيه، ممكن نحط بداله فلفل حلو، كله مقطع قطع صغيره جدا، كله صغرته فرمته ناعم. عندي عصير ليمون حبه ونص تقريبا، زيت زيتون. هلا البهارات اللي بدنا نحطها على السمك وعلى الحشوه هي عباره عن الكمون، طبعا اهم بهار بيستعمل دائما في السمك الكمون. عندي الكزبره الناشفه، دي فلفل اسود وملح. طبعا نعمل لها فرشه للسمكه في الصينيه، نحط بطاطا وطماطم وبصل شرائح. جميل، كله شرائح، كله شرائح فقط، هاي الفرشه تبع السمك. اذا نذكر بالمقادير مره اخرى. سمكتين دنيس، سمكتين دنيس، والحشوه بتكون بقدونس وكزبره طماطم ثوم فلفل حار ليمون ربع كوب زيت زيتون والبهارات فلفل اسود كمون كزبره وملح وبصل وطماطم وبطاطا وبطاطس كلها مقطعه شرائح. بدنا نبتدي الوصفه. هلا اول شيء بدنا نبدا بتتبيل السمكه، طبعا انا البهارات نفسها بدي اتبل فيها الحشوه تتبل فيها السمكه. انا فتحت مفتوح بطنها من زي هيك لحتى نحمل الحشوه قد ما نقدر، اللي بحب يفتحها اكثر ممكن. بدنا نبدا بالبهارات، بدنا نستعمل الكمون. انا ما بقدر اساعدك بهالوصفه لانه سمك اكيد حيلزق الريحه في ملابسي. طبعا اطيب بهار على السمك الكمون دائما. الفلفل الاسود اجي هنا اذا سمحتي. نحط كمان شوية عصير ليمون، ندير شوي ننتبل الجهتين وننتبل قلب السمكة كمان. ما حيطلع طعمها حامض شوي ولا؟ لا شوف، لا بالعكس السمك بحب الحموضة، بحب الليمون السمك، يعني المفروض يطلع عندي السمك حامض، بيطلع أطيب يعني. نرجع نتبل الجهة الثانية بالكزبرة والكمون والفلفل الأسود. نقعد نحط كمان رشة ملح على الشقة الثانية. أنا بدي أملح قلب السمكة لحتى يدخل. طبعا السمك هو من أفضل الأكلات في القيمة الغذائية، أفضل حتى من الدجاج ومن اللحمة. نحط ليمون. هلا بدنا نحاول ندعك شوي السمكة لحتى أحس إنه البهارات تغلغلت فيها من جوا ومن برا. ويفضل إنه يترك أكيد لفترة أطول عشان بيكون أفضل حتى تتشرب الليمون وتشرب البهارات. تتشرب البهارات. انا هيك عندي السمكه جاهزه. هلا بدنا نحطها على جنب، بدنا نبدا بالحشوه. شوف انا مش غير الجلوفز لان انا نفس البهارات نفس الشيء. الحشوه هي عباره عن قلنا بقدونس وكبزره، بنحط مفرومه فرم ناعم. يعني بدي احرك الحشوه في ايدي، والطماطم قلنا يفضل تكون خضره مش زاكيه كثير، يعني مش ما تكون ناضجه كثير. نحط الثوم، نحط الفلفل الحار، هدول قرنين فلفل حار، ان شاء الله يطلعوا حار. ان شاء الله يطلعوا حار. لا حار، انا جربت هالنوع من البسباس فعليا حار. تقريبا ربع كوب زيت زيتون، بنحط الكمون، بحط الكمية كلها انا. بحط الكزبره. كل ما يكثر الواحد بهارات كل ما تطلع طعم ايوه طبق اطيب. الفلفل حروب الاسود. حروب يعني فتوحات واكتشافات لقارات حول العالم يعني بسبب البهارات. اكتشفنا الامريكيتين بسبب بندور على البهارات، بندور طرق نستورد البهارات. مزبوط، صارت حروب. أيوة. على عشان يسيطروا على طرق التجارة العالمية، تجارة البهارات. انا عندي هيك الحشوة جاهزة، طبعا ريحة الكزبرة. شوف انا شوي بدي ادعكها شوي حتى احسها تماسكت مع بعضها. طبعا الكزبرة ما في اطيب من ريحة الكزبرة والثوم، انا بحس هدول الريحتين اطيب روايح. والكمون والكمون بس اجمالا يعني الليمون والكزبره والثوم تحسيهم كومبينيشن كثير فظيع مع بعض بيطلع كثير طيب. هلا ممكن نغير الجلوف. ما تزبط الاكلات من غيرهم كثير من الاكلات تقريبا. بتقولي البصل بيكون مسيطر اكثر،
تعرفت على الأطباق أكثر. بس التوم بدنا نقول برضو الغالبية العظمى يعني. لا نحن جهزنا الحشوة وجهزنا السمكة أغلق نحطه معك لو سمحتي. هلأ بدنا نفرش فرشة، بدنا نريح السمكات هلأ. بدنا نفرش الفرشة تبع السمكات اللي هي البطاطا زي ما قلنا، البطاطا والبصل والطماطم والطماطم. هلا رح اقدر اساعدك فيه. جهزنا صينيه، طبعا انا البطاطا قطعتها، البطاطا قطعتها شرايح نصفها. شرايح ايش؟ شرايح بدنا نصفها في فقاع الصينيه لحتى ما تلزق السمكه معي في الصينيه من تحت، بنحط لها فرشه لحتى ما يتلزق. مره بتطلع طعمه الخضار كثير طيبه اللي تحت السمك. انا بدي اترك لك البطاطا وانا بدي اصف بقيه ال، مش ضروري يبقوا مرتبين بشكل معين. لا مش ضروري. لا اجمالا مهم الطعم اكثر من الشكل. الشكل ايضا مهم برضه، بيفتح النفس كمان. نصف بيفتح الشهيه. بصل نصف، حطيت البطاطا عادي بتاكلها. نصف الطماطم شوي. مش عارفه ليش في دماغي ارتبهم ترتيب معين. هيك تمام. هلا بس شوي بدي احط شويه زيت على ال، اكيد حتى ما يلزق في الصينيه. هلا بقي نحشي السمكات. هلا انا بدي اطول سمكه سمكه نقعدها في الصينيه من طول الحشوة. ايش معنى دنيس؟ اي سمك ممكن يزبط؟ هلا اي سمك ممكن، اكيد اي سمك، بس انا بحبه بحسه انه عريض. سمكة كبيرة يعني بتحمل حشوة. عشان بحب احشيها دائما. طبعا كل السمك خير وبركة. كل السمك لذيذ. بدي احط اكيد السمك لذيذ. لازم تاكل بقول لك بالقليلة مرة بالاسبوع. انا باخذ سمكة لوحدي. هلا بدنا نحشي الثانية بهذا الشكل. بدي احط قد ما تحمل حشوه بدي احط فيها هذا الشكل. هلا الحشوه اللي بتبقى ما راح احطها تحت او حوالين السمك بعطيها كثير طعمه طيبه مع الحشوه اللي تحت زي هيك هذا الشكل. جميل. وهي وصفه كمان ما هيش صعبه يعني. لا مو صعبه، شوف هي صعوبتها انك بدك تحضري وتفرمي. هلا ممكن نستعمل البلندر نطحن كل المكونات مع بعض بمحضرة الطعام. أيوة. ممكن نحط كله البقدونس والفلفل والطماطم. بس تطلع ناعمة كثير، انا بفضل في ايدي عشان تبين معي الحشوة شوي خشنة. انا هلا بدي احط شوية زيت زيتون على وجه السمكة هذا الشكل، وبدي ازينها بشرايح الليمون هذا الشكل حتى تعطيها شكل جميل وقت التحمير لما يتحمر. وبس صلى الله وبارك. هلا بس ما نحط لها قصدير، انا بدي احط قرن الفلفل هذا مثل قصدير. نقصدرها بنحطها بالفرن على الرف، ما نحطها قريب من النار لانها بتكمل النار يعني. بدنا نحطها على درجه حراره 200، ممكن تاخذ معي من ساعه لربع لساعه. اوكي نقصدرها اول نص ساعه بعدين بنكشفها لحتى انا بديش السوائل تاخذ، لانه انا اجمالا اكيد عشان تاخذ لونه بدي السوائل تنشف. هلا السمك رح يطلع مي والخضار كلها رح تطلع مي، فبكشفها بعد نص ساعه بنشوف مكمل يا اما ربع ساعه يا اما نص ساعه حتكمل معي بالنص بس. وبنعطيها لون وبتكون ناضجه معنا. جميل. انا ولعت الفرن طبعا، ولازم يكون محمي لحتى ما يطلع يعني. عاده بنحاول نلفها ونحطها في فرن او على النار تكون حرارته عاليه لحتى ما يطلع العصاره الفيل لحتى ما تنشف عند السمكه. فبكون محمي الفرن افضل حتى دغري. جميل جدا. تدخل معي السمكه. اذا مشاهدينا هنخلي الوصفه تنضج ونستكمل فقرات برنامجنا. فاصل قصير ونعود مجددا. We'll be right back.
تلفقي. ليل نهار ضرب، ليل نهار ضرب. هذا سوق وانت تعرفي مشاكل السوق، حسبتي حسابك تمام يا بنتي؟ لا يعني لا. ما شاودفش انا وحدي. انا وانت ريقي بريقي. وانت شريكي بكل شيء. بنتيش تكمل دراستك وش تدخل كليات الطب وتطلع دكتور. ايوه قول لها ارجعي من حجمك. اللهم اني صايم. ليش ما يصلوا عندكم الا برمضان؟ والله يا خاله ما نشش مشاكل. يا خاله هو اللي بدا بالمشاكل. رمضان يعني هدنه هدنه. او قالوا لك بيننا حرب يعني ادخل اسراق ورحم سكني قل لي متعمل اقول لكم تعمل خير صح. من الان شغل الزفاف. هذا ما كانش بشر، كان وحش. يا صديقي أنا قد سمعت عن الحب كثير وغنيت للحب كثير، لكن ما تخيلت عمري إن الحب بالجمال والحلاوة. مستمرين معكم مشاهدين أينما كنتم، وتحية لكم مشاهدين عبر شاشة يمن شباب في هذا الموسم الرمضاني المتميز مع يمن شباب، وأيضا متابعينا على صفحتنا على فيسبوك أكيد في البث المباشر. وضمن فقراتنا دائما الرمضانية وصلنا الآن إلى الفقرة الطبية، ونتحدث فيها عن المضادات الحيوية. وتصرف للكثير من المرضى العديد من المضادات الحيوية اليومية التي ينبغي تناولها في موعدها المحدد لتجنب أي مضاعفات، لكن يجد الكثير من هؤلاء المرضى صعوبة في تناول أدويتهم خصوصا مع طول فترة الصيام. صحيح سماح، لذا نتعرف أكثر حول هذا الموضوع المهم من الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. راح أحكي معكم هلأ عن كيفية تناول المضادات الحيوية خلال شهر رمضان المبارك. طبعا الصائم والصائمة ممكن يتعرضوا لحدوث الالتهابات البكتيرية اللي هي بحاجة إلى مضاد حيوي اللي بيكتب لهم إياه الطبيب بعد مراجعتهم إله. هلأ بالنسبة لتوزيع وكيفية تنظيم المضادات الحيوية خلال شهر رمضان المبارك، في حال أنه المضاد الحيوي بتاخد مرة بتاخد بعد الفطور، في حال أنه مرتين بعد الفطور والسحور. هلأ إذا كان عندهم أكثر من جرعة يعني ثلاث مرات أو أربع مرات، هون لازم أنهم يلجأوا للطبيب لحتى يقوم الطبيب بإعطائهم زمرة دوائية مشابهة له بتغطي مرة أو مرتين خلال اليوم، اللي بتسهل على الصائم أو الصائمة إنهم ياخذوا الدواء خلال شهر رمضان المبارك. طبعا مهم جدا أنوه هون إلى أهمية الالتزام بالجرعة اللي بيعطيهم إياها الطبيب والفترة. ما بيصير إنهم ما يلتزموا بالجرعة أو يوقفوا المضاد الحيوي، لأنه هون بيسوي لهم مشكلة مقاومة المضادات الحيوية الانتيبيوتيك ريزيستنس. فلازم ياخذوا المضاد الحيوي بالطريقة اللي أعطاهم إياها الطبيب وشرح لهم إياها الصيدلاني وبالجرعة يعني كاملة وللفترة الكاملة. هلا مهم كمان هون ننوه إلى أهمية إنه الأشخاص يشربوا السوائل ويكثروا منها، لأنه عندنا الأشخاص عرضة للإصابة بالالتهابات البولية المتكررة وخاصة الكبار بالعمر بسبب مشكلة الجفاف وقلة السوائل. ممكن يصير في عندهم مشكلة الالتهابات البولية المتكررة، لذلك دائما بننصحهم بأنهم يكثروا من شرب السوائل، من شرب عصير التوت البري كتير مفيد لهذا الموضوع الكرامبري، ولكن
ولكن ينتبهوا كتير انه يكون هذا العصير خالي من السكر. هاي النقطة كتير مهمة خاصة للأشخاص اللي بيكون عندهم اللي هم مرضى السكري. وكل عام وانتم بألف خير يا رب، رمضان مبارك. يا هلالا جاء، شكرا لك الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام على كل هذه المعلومات، وكل الضيوف أيضا اللي كانوا معنا ضمن هذه الفقرة الطبية في رمضان والناس. المضادات الحيوية ممكن من أخطر الأدوية اللي ممكن نستخدمها، لازم نلتزم بالتعليمات. بداية نخلص الكورس الموصوف، كل الكورس، مش لازم مثلا نشرب نصه او مجرد ما شعرنا بتحسن نتوقف عن شرب المضاد الحيوي، ولازم ايضا في نفس الموعد، حتى كل الادويه لازم ناخذها دائما في نفس الموعد حتى تعطي فعاليه كافيه. بالنسبه للاطفال ايضا المضادات الحيويه لازم استخدامها بوصفه طبيه. في كثير من الامهات مجرد ما يعرفوا في التهاب للحلق، نفس الدواء اللي وصفه الدكتور للاخ او في مره سابقه ممكن يرجعوا يشتروه من الصيدلية. لازم المضادات الحيوية تصرف من الطبيب، وأيضا يتم تناولها بالطريقة الصحيحة وإنهاء الكورس الموصوف من المضاد الحيوي. استخدامها بطريقة عشوائية مضر جدا، ممكن يوصل الجسم إلى مرحلة ما بتجاوب مع أي مضاد حيوي، وهذه من أخطر المراحل اللي ممكن نوصل لها. صحيح، يعني المضاد الحيوي كل الناس مفكرين إنه أي حاجة ممكن تصير معهم على طول يقروا على صيدلية وعلى المضاد الحيوي، مع أنه هذا من أكثر الأخطاء الشائعة. أيضا زي ما ذكرت الدكتورة أنه يعني أكيد ما حينفع أنه يتناول المضاد الحيوي خلال نهار رمضان، لكن في أدوية ممكن الواحد يتناولها خلال فترة رمضان مثل قطرات العين والأذن أو المراهم الجلدية بأنواعها، وأيضا الحقن ما لم تكن طبعا إطعام وريدي أو مغذيات. نعم. طيب نذهب إلى فقرة أخرى مشاهدينا، وهذه الفقرة ستكون بصحبة الطفلة آية، والتي تحدثنا عن آية بالغة من العمر 11 سنة، تحدثنا عن صيامها في رمضان وكيف تقضي نهارها في هذا الشهر الكريم. إذن نتابع الطفلة آية. أنا اسمي آية، عمري 11، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. أنا بحب رمضان لأنه هو شهر الخير، وبساعد ماما، وأحلى أكلة عندي السمبوسة مع جبنة. أنا أصوم صيام كامل. أنا بحب اللعب مثل الأطفال، وبصلي صلاة بوقتها، وبساعد ماما قبل الفطور. أنا بظلي أستنى صلاة الفجر بعد السحور، أصلي وأنام. يا وأعتقد العامل المشترك بين جميع الأطفال اللي ظهروا معنا لحد هذا اليوم السمبوسة، بيحب السمبوسة. كنا حتى معنا، بس آية مخصصة نوع معين، سمبوسة بالجبنة. نعم، أعتقد عامل مشترك معنا كلنا في رمضان، مش فقط الأطفال، من أطيب المقبلات أيضا. صحيح. الموجودة على المائدة، متواجدة على كل موائد العربية. نعم، إذن نذهب بكم إلى فقرة جديدة، وهذه المرة فقرة مع الدكتور علي القاضي. يحدثنا في هذه الفقرة عن تعامل النبي في بيته، وتثبت كتب السيرة النبوية كثيرا من المواقف في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، فقد كان آية في الأخلاق والكرم واللطف واللين، وكان هديه مدرسة تربوية وأخلاقية يتعلم منها الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. فقد كان من صفاته حسن تعامله مع زوجاته وبناته وأهل بيته، وهذا الأمر لم يكن معهودا حينها، لأن العرب كانوا شديدي البأس، لا يعيرون المرأة اهتماما، كما كان كثير الصبر على أسئلتهن الشرعية وغيرها. نتابع الشيخ علي القاضي في هذه الفقرة الذي يحدثنا أكثر عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته؟ الرسول هو الشخصية الكاملة، لا يوجد أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام. التقت فيه كل الفضائل، التقى فيه كل الجمال ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام. جميل في أقواله، جميل في أخلاقه، جميل في مظهره، جميل في مشاعره. فكيف كان في بيته؟ كان في بيته آية من آيات الله، كان آية من آيات النبوة. لو قلنا لشخص غير مسلم نعطيك دليل عملي على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله،
سنقول له كيف كان في أخلاقه، كيف كان العرب يتصرفون مع نسائهم مع أولادهم مع بناتهم، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة كما في صحيح البخاري ومسلم، كان النبي أول ما يدخل يبدأ بالسواك، فإذا أول صورة تواجهك أن النبي كان نظيف في بيته، يحرص على رائحة فمه على الروائح على، وكان يشتد عليه كما في صحيح الجامع الصغير أن يوجد منه رائحة غير يعني لا لا لا, لا تناسب، مع أنه كان يفرز المسك من عرقه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يأخذون عرقه ويتطيبون به كما في حديث أم سليم في صحيح البخاري، ومع ذلك كان حريص على هذا الأمر، أشد الناس نظافة واعتناء بشكله ومظهره مع التواضع، فيجمع بين النظافة وبين التواضع وعدم التكلف وعدم يعني الإسراف في هذا الباب. إذن كان يبدأ بنظافة عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ألطف الناس. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الإفك، قالت فمرضت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم أعهد منه اللطف الذي كان يلطف بي. العرب ما كان عندهم لطف، وأنتم تعرفون العرب قوم قفات مقاتلين، سلب ونهب عادتهم، حتى جاء الإسلام فرباهم وهذبهم وكانوا يحتقروا النساء. لكن عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لما مرضت كان لم أجد اللطف الذي كان يلطف بي. إذن كان لطيف عند مرض نسائه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ودودا في بيته. تقول أمنا عائشة كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتتني الحيضة، فقال النبي أنفستي، كما في صحيح البخاري سنة أبي داود وغيره بسند صحيح، أنفستي؟ قالت قلت نعم يا رسول الله، فقالت فقعد بجواري أو نام بجواري والتحف، فأصاب الدم ثوبه فقام وغسله ثم عاد، ثم أصاب ثوبه أو بدنه فقام فغسله ثم عاد. مع أن العرب كانوا يشمئزون من المرأة إذا حاضت، واليهود كانوا يخرجونها من منزلها إذا حاضت، فجاء النبي بهذا الوداد وهذا الحنان عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها في المسند بسند صحيح، قالت لما جاءت فاطمة وعلي والحسن والحسين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يزورونه في بيت أم سلمة، قالت فأكل معهم وجلس معهم، قالت فلم يدعني، لأن النبي هنا ذكر لهم حديث خاص بهم رضي الله عنهم أرضاهم، قالت فلم يدعني، وكان لا يأكل طعاما، وهنا الشاهد، كان لا يأكل طعاما حتى يدعوني. إذا من وداد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقرب على مائدة الطعام حتى تقرب زوجته ويأكل معها وتأكل معه صلى الله عليه وسلم. من وداده عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب من الكأس ثم يعطي زوجته عائشة فتشرب من موضع شربه، يأكل من اللحمة أو هكذا ثم يعطيها فتأكل في نفس الموضع. هذا الوداد واللطف لا يعرفه العرب، ولم يكونوا يتعودون على هذا الحنان وهذه التربية الرومانسية. لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام كما في الطبراني بسند صحيح، كان ظهره مستندا إلى صدر أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال لها يا عائشة إن مما يخفف علي سكرات الموت علمي بأنك زوجتي في الآخرة. كل الرومانسية في الدنيا لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، ألم الموت ونزاعه الشديد لم ينسه حبه لعائشة ولم ينسه لقاء الأحباب يوم القيامة. فهذا الأمر كما قلنا، من أراد أن يتعلم الرفق بالزوجة، حسن معاملة المرأة، فلا يأخذ دورات عند الأجانب ولا يأخذ دورات في الشرق ولا في الغرب، يأخذ دورة في السيرة النبوية في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع نسائه وأولاده وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة في حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في مع نسائه وأهل بيته، وكان يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فمقياس الخيرية الحقيقية أن تثني عليك زوجتك وأولادك، أما الناس فسهل أن تخدعهم وأن ترائيهم. فلذلك كل إنسان يجب أن يعرف أن تقييمه الحقيقي هو في شهادة زوجته وأولاده له، فليحسن معاملتهم فشهادتهم معتبرة عند الله وعند الناس. نسأل الله أن يجعلنا ويكون من القدوات والصادقين والصالحين في أسرهم مظاهرا وباطنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل شكر لك دكتور علي القاضي على هذه الفقرة وعلى هذه المعلومات. وبالتأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام كان لطيف وطيب وخير أيضا في التعامل مع أهل بيته، وفي فقرات سابقة تناولنا القدوة وكيف تكون قدوتنا في حياتنا، وأكيد خير من نقتدي به في حياتنا في جميع المجالات وفي جميع الجوانب هو الرسول عليه أطيب الصلوات والسلام. نعم، نذهب هذه المرة إلى بلد مختلف مشاهدينا، إلى مصر في فقرة معكم، حيث يحكي لنا الطالب مكرم السماوي الذي يدرس الطب في مصر عن رمضان وكيف يعيش أبناء الجالية اليمنية في مصر، وعن تفاصيل هذه الأجواء الروحانية التي يعيشونها وماذا يفتقدون هناك. نعم، إذن نتابع مكرم السماوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكرم السماوي، طالب في كلية الطب، مقيم في جمهورية مصر العربية. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وعافية عليكم إن شاء الله، وينعاد عليكم بالخير واليوم والسرور إن شاء الله. أنا كأي طالب يعني في جو الغربة أو كأي مغترب في الغربة يفقد حاجات كثيرة، اللي هي جو الانتماء، جو الألفة، الجو اليمني اللي يحصل لنا قبل الفطار والمسابقة والحاجات هذه، وتبادل الأكلات بين الناس وفرحة، فالفرحة الكبيرة هذه نحن نفقدها. يعني عندنا يوم رمضان كيوم من باقي الأيام، اللي هو يجي وقت الفطور ونفطر وخلاص، وبعدين كل واحد يرجع على كتبه، ما فيش أي شيء جديد. إن شاء الله بالقريب العاجل كل مغترب يرجع لأهله، وكلنا نفرح بأهلنا ونشعر بجو العائلة والفرحة والسرور يعمنا جميعا إن شاء الله. آخر شيء أهني أبي وأمي وأخواتي بشهر رمضان مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم بالصحة والبركة، وكل الشكر للأخت سماح والأخ حمير على هذه الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، شكرا لك مكرم السماوي. وبالتأكيد الأجواء في الغربة في رمضان مختلفة، يعني كل يوم في هذه الفقرة نكون مع الجالية وأبناء الجاليات اليمنية في مختلف دول الاغتراب، نتعرف بالتأكيد على أجواء شهر رمضان في هذه البلدان. الأصعب يكون في الدول الغربية، يعني ممكن الدول العربية نتشارك في بعض الطقوس والعادات والتقاليد، مع أنه في كل دولة في شيء مخصص وشيء مميز، ولكن في النهاية هي دولة عربية وإسلامية، ولكن ممكن تكون مختلفة كليا في الدول الغربية، في أوروبا، في أمريكا، وحتى في آسيا تكون مختلفة جدا، ويفتقد الصيام الأجواء الروحانية الرمضانية والكثير من الطقوس والعادات الرمضانية. صحيح، يعني في مصر ربما الجالية اليمنية كبيرة شوي. نعم، مع أنه يعني هو لأنه طالب طب كمان، يعني الدراسة بتكون صعبة، كثير ما ينكب الطالب هناك على الكتب، بس مع ذلك بيحاول الطلاب هناك أنهم يجتمعوا، يخصصوا أيام رمضانية، يحاولوا أنهم يستعيدوا الأجواء الرمضانية اللي موجودة في اليمن. وأيضا طبعا المطاعم اليمنية هناك حاضرة. نعم، بشكل كبير، والجالية اليمنية كبيرة، فنوعا ما يعني أقل غربة من البلدان الغربية كما ذكرتي. نعم، إذا ننتقل إلى فقرة جديدة معكم مشاهدينا، وهي فقرة حكمة نسلط الضوء فيها على الوصول إلى مرحلة الرشد، وهي من فضائل الصيام. وفي هذه الفقرة نحدثكم عن فضيلة من فضائل الصيام في كل حلقة، ومن أكثر أوقات إجابة الدعاء هي وقت الصيام، وذلك لذكر الله عز وجل، الآية المتحدثة عن الدعاء بين آيات الصيام. وبالتأكيد هذه الأوقات يطلب العبد من ربه وصوله إلى مرحلة الرشد والنضج العقلي، حيث تتفتح المدارك والأذهان ويقف وقفة تأمل لتدبر عواقب الأمور. نعم، نتحدث عن هذه الفضيلة أكثر ونستمع عن معلومات أكثر عن هذه الفضيلة مع الدكتور عبد الغني إسكندر، الذي يشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهداف الصيام كما ذكرنا سابقا التقوى، ومن أهداف الصيام الشكر. بعد آيات التقوى والشكر في آيات الصيام جاء قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الهدف لعلهم يرشدون. هذا هدف من الأهداف المهمة التي نحتاجها، والرشد هو أرقى مستوى عقلي يصل إليه المسلم، وعكس الرشد الغي. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. والرشد هو قدرة الشخص على أن يتخذ قرارات صائبة وصحيحة وسليمة تقود إلى نفع نفسه ومجتمعه، بينما الغي هو الفشل في اتخاذ القرارات، بل الغي طريق إلى اتخاذ القرارات الجائرة والظالمة. قال الله تعالى عن فرعون: وما أمر فرعون برشيد، لكنه قال سبحانه: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وهذا الرشد هو مرحلة نضوج عقلي. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. هذا الرشد له مدخلات. المدخل الرئيسي للرشد هو العلم والمعرفة، والمدخل الرئيسي للغي هو الجهل. والمعرفة المصدر الرئيسي لها كتاب ربنا، وشهر رمضان
هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقراءة القرآن طريق إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فإذا قرأنا القرآن وتأملنا في آياته وتفكرنا فيها فإن عقولنا سترتقي بإذن الله إلى مرحلة الرشد. وإذا ما قرأنا القرآن مرة ومرتين بتأمل وتفكر فإننا بعد فترة من الزمن سنتلذذ بهذه الآيات وسنستمتع بقراءتها وسنصل إلى مرحلة حب هذه القيم الإيمانية. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ولن نصل إلى هذا المستوى الراقي من المستوى العقلي وهو الرشد إلا بالانكسار والتواضع والتذلل والانطراح بين يدي ربنا في هذا الشهر الكريم. بينما الكبر والغرور والجهل والعناد والتكذيب طريق إلى الغي، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالغفلة تقود إلى الجهل، والجهل لو ركب مع الكبر يقود إلى العناد والتكذيب، والتكذيب يقود إلى الغي، والغي عكس الرشد، والرشد هدف من الأهداف التي ينبغي أن تتحقق في شهر الصيام والقيام. والحمد لله رب العالمين. شكرا لك دكتور عبد الغني. ومن أسمى المراحل التي يصل إليها الإنسان مثل ما تحدث الدكتور هي مرحلة الرشد، يعرف قراراته التي تنفعه وتعود بالنفع عليه وأيضا على من حوله وعلى مجتمعه. صحيح، ورمضان فرصة للوصول إلى مرحلة الرشد ولو يعني قدر المستطاع. أكيد هي فرصة لندعو الله سبحانه وتعالى بأن نصل أيضا لهذه المرحلة. نعم، إذن رحلتنا الآن ستكون مختلفة نوعا ما إلى المطبخ لنستكمل الوصفة التي بتحضرها لنا تهاني، وهي السمك. كيفك تهاني؟ ويلكم باك صفاء. لكن في كمان طبق جانبي بجانب السمك. دائما السمك زي ما قلنا بحب الليمون بحب الطحينية، كنت طيبة معه. اليوم بدنا نعمل لكم سلطة بالطحينية. مكوناتها انا شوفي فرمت النعنع متاخر، دائما النعنع مش لازم نفرمه بكير لحتى ما يسود معنا، وكمان ريحته ممكن تبقى تتغير ريحته او تقل ريحته ممكن اكيد، بس عاده انه عشان بيسود ما بحب بحب افرمه اخر لحظه انا عاده. مكونات يعني نخلي اخر شيء ونحطه بعدين لحظه ما بدك تاكل الطبق افضل شيء بكون حتى مع الطبق اذا ترك بيسود النعنع. نحكي مكوناتنا اليوم طبقنا نستعمل فيه الطماطم مفرومة، خيار، اليوم حطينا فجل فرمناه صغير شوي، نعنع، بقدونس، بصل أخضر، كترنا بصل أخضر اليوم زي ما قلنا النعنع المفروم. هلأ الدريسنج عنا اليوم نحط طحينية تقريبا ربع كوب طحينية، نحط قدهم لبن رايب أو لبن الزبادي من نقول عنه، نحط زيت زيتون، عصير ليمون، نحط فص ثوم وملح. هذا الدريسنج معنا. اوكي، الطحينيه هذه اعتقد انها ممكن ما تكونش متوفره في كثير من البيوت اليمنيه. من السمسم هي بتنعمل. اها، ما مش متعارفه عندكم في ما مش عارفه، يمكن لانه انا ما عشتش في اليمن. عشت في اليمن اكيد، بس ما عداش علي طبق طحينه الا في بلدان اخرى. طيب ممكن استبدالها بشيء ثاني ولا هلا ممكن نعمل بس لبن لحال؟ اها ممكن. جميل، بدون الطحينية يعني نستعين عن كمية اللبن. الطحينية نحط الطحينية اللبن سوري نص كوب ونعملها نفس التتبيلة، الثوم والزيت والليمون والملح. جميل، إذن مشاهدينا نذكر بالمقادير مرة أخرى، بإمكانكم أنكم طلعوا التليفون وتأخذوا صورة للمقادير، وهي طماطم، خيار، بقدونس، وبصل أخضر، ونعناع، وفجل. الدريسنج بيكون ربع كوب طحينة وربع كوب لبن، فص ثوم، وعصير ليمون، وملح. إذن السلطة يعني حيكون مجرد انك تخلطيها ببعض. هي سلطة سهلة. خلينا نبدأ بالدريسنج أول شيء. نحط كمية الطحينة زي ما قلنا تقريبا ربع كوب.
طبعا ربع كوب مناسب مع كمية الخضار هذا، إذا أقل بدنا نقلل، إذا أكثر بدنا نزيد. يعني هتكون نكهتها خفيفة إيش داخل السلطة؟ لأنه الطحينية إجمالا ثقيلة. هلا إذا نضاف عليها الليمون بدون ما نرخيها في مي بتطلع ثقيلة. نضيف عليها اللبن لحتى نخفف جمدان الطحينية. تمام. بدنا نحط كمان زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا على البارد كل ما كثر الواحد كل ما يكون أفضل. بيكون أفضل. بدنا نضيف الثوم. بعض الناس ما يحب انه ياكل ثوم ممكن يلغي اللي هو من غير ما ينطهي من غير ما ينطهي بس فعليا فوائده كثيره اكثر من ما نكون مطهي مزبوط ان تكون ني بتكون فوائده اكثر معظم الاكل على فكره صحيح ما عدا اللحمه والدجاج والسمك يعني الخضار الحبوب كل شيء بكون فايدته اعلى لما يكون ني هلا بنضيف الليمون بنضيف كمان رشة ملح عشان نكتر لو حمير هون كان قلي بس بيكره الليمون حب يكون صحي شوفي أذواق يعني في الملح للحد الطبيعي كويس بس أكيد ما يكونش زيادة يعني الواحد إنه يمتنع عن الملح تماما بس بيخفف منه نحركه ساعدتك في التحريك؟ لا خلص هو أنا اكتزج معي بتلاحظي أنتو تكاثف معي الطحينية عادة بتعطي كثافة للقوام نضيف شوية طحينية نضيف بقية الليمون هلأ الليمون طيب يكون حامض تكون الطبق حامض يعني الطحينية بتاخد ليمون يعني ما مش كتيرة كمية الليمون أبدا أنا عصرت حبتين ليمون أفكرة فبتاخد الطحينة بتضيع طعمه شوي طعم الليمون بتحسيها بتضغى على الليمون يعني كل ما الطحينية كتير بتاخد ليمون معنا في أي طبق سواء اليوم الطبق كله كثير ليمون اليوم في السمك وفي السلطه كله خضار على فكره اليوم طبقنا كثير صحي انا هيك عندي الدرسين جاهز بدنا نضيف الخضار هلا انا بدي احطها في وعاء قبل ما احطه للتزيين لانه بدي احرك لازم يكون غميق عشان نعرف نحركه عشان نعرف احرك نضيف الطماطم نضيف الخيار نضيف كمان الفجل والبقدونس اليوم كثير اطباقنا كلها فرم وكلها خضار كلها مفرومه بشكل ناعم كمان البصل الاخضر والنعناع هيك خضار عنا جاهزه بنحرك الخضار شوي هيك مع بعضها طبعا الاطباق الزجاجيه متميزه دائما في الخضار يعني لما نسوي خضار بيكون كويس جدا ان احنا نحطه في اواني زجاجيه الشكل بيبقى جميل يعني هلا بنضيف الدريسنج نحركه هون شوفي الطحينيه ما يعني ما بحس في مشكله اذا طول الدريسنج والسلطه مو ماكلينها بحس بتطلع اطيب الدريسنج نحطه بعد هلا عاده الدريسنج اللي بيكون بدنا نقول ليمون وملح والخل والقصص أيوة. يفضل انه لحظه الاكل تمام هلا احنا اللي بحب الطحينيه اللي فيها صوص الرانش اللي فيها مايونيز كل ما قعدت السلطه في الدريسنج فتره اطول تطلع اطيب جميل فانا هيك عندي شوف ريحتها جدا مشهيه يعني انا عندي استعداد افطر على صحن سلطه بطحينيه وخبز وخلاص وبس كفايه تشبهها نوعا ما كولسلو ولا الكولسلو بتكون مايونيز مع مع ملفوف وجزر ما تبقاش صحيه كثير زي هذه لا طبعا شوفي ممكن نعملها صحي انه نستعمل المايونيز لايت يخفف بلبن بتحط لبن على فكره مهمه ممكن هلا الطبق عندنا جاهز اذن كذا بنكون خلصنا نسوي طبق السلطه حيتقدم مع السمك ولكن نذهب الى فاصل مشاهدينا فاصل اعلاني ونعود لنستكمل فقرة البرنامج يا صاحبي لو كنت معهم من ستكون؟
أنت الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورح تعيش جميع مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجميع تفاصيل تلك السيرة الرائعة المباركة. يا ترى ستكون أقرب إلى أبي بكر أم إلى عمر أم إلى عثمان؟ لو كنت معهم من ستكون وماذا تراك تفعل؟ معكم في رمضان يومياً بإذن الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، محبكم الدكتور برهان نمر. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ومستمرين بالتأكيد معكم في فقراتنا ومحطاتنا، ومن أجمل المحطات هي محطة المسابقة الرمضانية. نعم، مع حمزة اليوسفي سيسأل الناس في الشارع عن من هو محمد علي عثمان الذي سمي أحد شوارع تعز باسمه، إذ يعد هذا الشارع شارع محمد علي عثمان أحد أشهر الشوارع في محافظة تعز، ولا يكاد أحد لا يعرفه بسبب موقعه وسط المدينة. لكن من هو محمد علي عثمان الذي سمي هذا الشارع باسمه تقديرا له؟ من هو؟ إذن الزميل حمزة اليوسفي، أنا أعرف من هو، ولكن بدنا نعرف أو نشتي نعرف أجوبة الناس في الشارع. سنتابع وياكم هذه المسابقة مع الزميل حمزة اليوسفي من مأرب. السلام عليكم. السلام. شهر كريم، كل عام وأنت بخير. علينا عليكم بخير إن شاء الله. سؤالنا اليوم يقول شارع محمد علي عثمان في تعز أحد أشهر الشوارع في تعز، فمن هو محمد علي عثمان؟ ماذا تعرف عنه؟ أعرف. حاول. حد عنده الجواب؟ جواب أي؟ شارع محمد علي عثمان في تعز، يعني أحد أشهر الشوارع في تعز، ماذا تعرف عن محمد علي عثمان؟ لا ماشي ما أعرف. عن إيش؟ محمد علي عثمان سمي أحد الشوارع، أحد الشوارع في تعز باسمه، ماذا تعرف؟ ما شنجل. أحد الثوار. يلا شكرا جزيلا. أيوه أحد الثوار 62 ثورة 62. أيوه بس ماذا تعرف عنه؟ ما أعرفش عنه. شكرا جزيلا لك. سؤالنا اليوم يقول شارع محمد علي عثمان في تعز أحد الشوارع المشهورة، من هو محمد علي عثمان وماذا تعرف؟ محمد علي عثمان أعتقد أحد مناضلي الثورة اليمنية. أيوة بس ماذا تعرف عن الثور ملاني؟ والله ما أعرف. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا أخي. سؤالنا اليوم شارع محمد علي عثمان في تعز أحد أشهر الشوارع في مدينة تعز، ماذا تعرف عن محمد علي عثمان؟ هو قائد بثورة 26 سبتمبر، أحد من القادة من الثور. أيوة بس ماذا تعرف عنه؟ كان قيادي وكان من الأبطال الذي من الظلم في 26 سبتمبر وأحد والرابع عشر من أكتوبر وأحد. والله كان نعلم التاريخ هذا، أنه من الأبطال. سؤال هذا الذي نعرف عنه. هذا شكرا جزيلا لك، الإجابة ليست مكتملة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شهر كريم وكل عام وأنتم جميعا إن شاء الله. سؤالنا اليوم يقول شارع محمد علي عثمان في تعز أحد أشهر الشوارع في مدينة تعز، فماذا تعرف عن محمد علي عثمان؟ الشيخ محمد علي عثمان هو أحد أبناء تعز ومناضلي تعز المشهورين، المناضلين اليمنيين المشهورين. أعرف عنه أنه كان من قرع الحكم الإمامي، بعد المصالحة اليمنية عين عضو في المجلس الجمهوري، تمام، وكان أيضا من سجناء قلعة القاهرة في أيام الحكم الإمامي، وبعد يعني أن كان عضو في المجلس الجمهوري بفترة يعني تم اغتياله. وإيش رأيكم يا شباب، الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ استاهل الجائزة، استاهل الجائزة، و مبروك عليك الجائزة ويستاهل، نسمع له تحية. ألف
ألف مبروك للفائز بالجائزة محمد علي عثمان، كان أحد المناضلين ضد الحكم الإمامي، واعتقل سماح في قلعة القاهرة رهينة كما كان يفعل الإمام يحيى والإمام أحمد، يعني ضد أبناء القبائل لكي يضمن ولاءهم له. وأيضا كان أول رئيس لرئيس مجلس السيادة بعد الثورة، ثورة 62. نعم بالتأكيد، وبهذه المسابقة نتعرف أكثر على هذه الشخصيات اليمنية وعلى تاريخ اليمن وأيضا الثقافة اليمنية. محمد علي عثمان هو سياسي يمني وكان بالتأكيد من الثوار ضد الحكم الملكي في اليمن. نعم. نذهب إلى فقرة جديدة الآن وهي فقرة خيركم لأهله، نحدثكم فيها مشاهدين عن صلة الأرحام، وهي من فضيلة من فضائل شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر العبادة والتقرب من الله تعالى، وهو أيضا شهر تنقية النفس من الضغائن والأحقاد وتمهيد الطرق الإنسانية بين المسلم وأخيه المسلم. من هنا فإن الشهر الكريم يظل فرصة حقيقية لكل مسلم في أن يصل رحمه بعد أن تقطعت بفعل تباعد المسافات وتسارع وتيرة الحياة. وصلة الأرحام والأقارب تعد خطوة حقيقية في إزالة الخلافات وتوطيد الأواصر بين الفرد وأرحامه. إذن المزيد مشاهدينا حول صلة الأرحام نتابعه مع الدكتورة رولا محسن، دكتورة في التفسير وعلوم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر الوصل، في شهر رمضان، يطيب لنا أن نقف معكم على أحد الفضائل في هذا الشهر الفضيل، وهي صلة الأرحام. يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلة الأرحام، ماذا نعني بالأرحام؟ الأرحام هو الأقارب الذين تربطنا بهم صلة القرابة، سواء كانوا أعمام أو عمات، أخ وأخوال أو خالات، وهكذا وإن علوا وإن نزلوا فهم أرحام يجب علينا أن نكون واصلين لهم. واصلين لهم يعني نحن لابد وأن نجتهد بأن نكون واصلين لهذا الرحم. وكيف تكون هذه الصلة؟ تكون بزيارتهم، تفقد أحوالهم، احترامهم، توقيرهم، مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، السؤال عنهم، الإنفاق عليهم في حال الحاجة، الصدقة والزكاة لهم، فهم الأقرب بهذه الصلة. هل نحن بحاجة إلى هذه الصلة؟ في الحقيقة نحن بحاجة إلى صلة الرحم أكثر من الأرحام أنفسهم.